النيلة. لو حابين نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإحنا معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الفل على حضرتك، منورانا كالعادة في 10 الصبح في الأهلي، أهلا بيكي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه مريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. صباح الخير يا دكتور. الحقيقه ان احنا بقى ملاحظين يعني في الفتره الاخيره او يعني تحديدا العشر الايام الاخيره انه في ابتدى بقى الجو يعني ينخفض في درجات الحراره، يمكن في الصباح ما بتتجاوزش 30 درجه مئويه، يمكن بتبقى 28 ل 29 في فتره بقى الظهيره او الذروه يعني من اليوم، يعني يمكن برضو مش بتتجاوز 35 او 36. خلينا نعرف منك اكتر عن الجو بقى خلال الفترة اللي جاية أو الأسبوع تحديدا المقبل، خاصة إن احنا بكرة عارفين إن يمكن في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة هتوصل بقى الدرجة ل 38 درجة. هو احنا طبعا بداية من اليوم وغدا إن شاء الله عندنا ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى هتوصل 37 درجة مئوية، وده بسبب إن احنا بنتأثر بالفتن الهوائية القادمة مع امتداد منخفض الجنس الموسمي من شبه الجزيرة العربية ثم البحر المتوسط، فبالتالي بتتحمل بكميات كبيره من بخار المي، يعني في ارتفاع كمان في نسب الرطوبه مع وجود كمان امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي انا عندي ارتفاع في قيم درجات الحراره وارتفاع كمان في نسب الرطوبه، خليني احس بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحراره، فال 37 دي هحسها لو تكن 39 او 40 درجه مئويه بسبب وجود نسب رطوبه في الجو. اجواء النهارده بكره ان شاء الله اجواء شديده الحراره رطبه على القاهره الكبرى والوجه البحري وايضا المحافظات الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد جنوب سيناء، اجواء حاره رطبه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط لفترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، بنحس بيه اكثر في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، اجواء صيفيه معتدله تماما فترات الليل في المناطق الشماليه مائله للحراره في المناطق الجنوبيه. كمان مع ارتفاع درجات الحراره ونسب الرطوبه الظاهره الجويه المؤثره معانا بشكل كبير هي الشبوره المائيه. الشبوره المائيه بتتكون فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه خاصه فتره الصباح الباكر، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى او تختفي مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي والرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. نبدا نحس ان حصل انخفاض في درجات الحراره ان شاء الله من يوم الجمعه، متوقع ان درجات الحراره التدريجي تعود في المعدلات الطبيعيه، تكون العظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، ومع يوم السبت ان شاء الله يكون في مزيد من التحسن، لان كمان هيكون مع يوم السبت نشاط ملموس في الرياح يقلل احساس نسب الرطوبه ويلطف الاجواء بشكل كبير ويخلينا نحس ان الاجواء اصبحت اجواء لطيفه تماما فترات النهار وايضا فترات الليل، وده اللي هيكون معايا الاسبوع المقبل ان شاء الله. درجات الحراره اقل الاسبوع ده فيها تحسن كبير، كمان حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله تماما، البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، يعني الاجواء مستقره بشكل كبير، فقط بس نخلي بالنا في ال 48 ساعه القادمه من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، بقدر الامكان لو انا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، واحنا في الفتره دي تعتبر فتره انتقاليه، يبدا يقترب فصل الخريف، بين الصيف والخريف بيحصل تقلبات جويه، فمهم جدا نبدا نتابع النشرات الجويه بشكل يومي، نشوف الظواهر الجويه المؤثره ايه ونبدا نتعامل معاها قبل ما جميل. طبعا كالعاده يعني دايما تخطيط حضرتك. انا بس عايزه يا كريم اسال دكتور منار على حاجه مهمه جدا كل شويه بنشوف يا دكتور منار، انه فاضل 30 يوم على انتهاء فصل الصيف، لا 40 يوم على انتهاء فصل الصيف رسميا، فاضل قد ايه تحديدا فعلا علشان ينتهي فصل الصيف؟ وده انا بالنسبه لي طبعا على المستوى الشخصي هكون حزينه جدا على انتهاء فصل الصيف، بس دايما بنشوف ارقام يعني يمكن بشكل على السوشيال ميديا، بس محتاجين نعرف من حضرتك تحديدا فاضل قد ايه على انتهاء فصل الصيف رسميا نقدر نعلن انه خلاص انتهى هذا الفصل. هو تقريبا باقي 24 يوم على انتهاء فصل الصيف رسميا، لان رسميا فصل الصيف هينتهي ان شاء الله فلكيا 22 سبتمبر،
ويبدا معانا فصل الخريف 23 سبتمبر، وفصل الخريف بيستمر معانا قرابه الثلاث شهور، يبدا فيه درجات الحراره بتتجه نحو الانخفاض، بيبقى في اعتدال كامل في الاحوال الجويه الحمد لله. لكن هو ايضا معروف ان هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه طبعا، خاصه في المناطق الجنوبيه، لان بيبقى موسم السيول والامطار في سيناء او سلاسل جبال البحر الاحمر. لكن بالنسبه لدرجات الحراره هو يعتبر ربيع، في مصر العربيه بنحس دي فصل الخريف مش فصل الربيع. طيب يا مسهل، المهم بس شويه نفضيل على نهايه فصل الصيف ما نحضرش فيهم درجات حراره زي اللي حضرناها في شهر 7، لان كان الوضع صعب جدا وحضرتك طبعا عارفه الكلام ده. عموما احنا بنشكر حضرتك دكتوره منار، يعني جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي.